دكتور عزب، بنرحب بحضرتك في بورسعيد، وقول لنا ايه راي حضرتك النهارده في التدريب؟ انا طبعا برحب بيكم في المدينه الباسله، مدينه بورسعيد، اللي كلنا بنسعد كحكام من ايام كنا حكام ان احنا نيجي بورسعيد. دلوقتي حاليا في لجنه الحكام احنا عاملين خطه للمرور على الطفره كلها بتاعت على مستوى الجمهوريه، فرصه لاعداد الحكام استعدادا لاستئناف الدوري ان شاء الله. عملنا كلجنة حكام اجتمعت وعملنا اجتماع وقررنا فيه ان الكابتن حسام كان لسه في المنيا من يومين، امبارح كنا في دمياط، النهارده في بورسعيد، بكره في الاسماعيليه، ان شاء الله هنمر على المناطق كلها في خلال من هنا لحد يوم 20 ان شاء الله حتى استئناف الدوري. ان شاء الله النهارده التدريب زي ما حضرتك شايفين، لان احنا عملنا اجتماعات للحكام والمراقبين، الساده المراقبين، على اساس يبقى المراقب برضه عارف ايه الجديد في التحكيم، بحيث لما يطلع يراقب الحكم يبقى عارف هو بيقيم على اي اساس، ما يبقاش الحكم اللي بطل وبقى مراقب ما بيتابعش اخر التعديلات، يقوم الحكم يدي حاجه وهو يدي حاجه والحكم يكون صح والمراقب ما عندوش اخر التعديلات. فاحنا عملنا التقليد ده في كل المناطق، بنجيب الحكام المتقاعدين اللي هم المراقبين والحكام العاملين ويقعدوا يسمعوا للكابتن عصام في المحاضرات، وبرده امبارح كان في كابتن وليد وكابتن ناصر عباس كانوا موجودين في الجيزه، النهارده احنا موجودين هنا، بكره برده رايحين الاسماعيليه، فعمليه انتشار ان شاء الله استعدادا بالاستئناف الدوري ان شاء الله. تمام. وجود حضرتك في اللجنه الرئيسيه للحكام، يا ترى الدوري هيبتدي امتى؟ والله احنا عندنا تعليمات ان شاء الله نكون جاهزين على يوم 21. لحد دلوقتي احنا شغالين، مش مستنيين، يعني احنا شغالين زي ما حضرتك شايف اهو، يمكن احنا القطاع الوحيد في الاتحاد اللي شغال على قدم وساق، بحيث يقولوا لنا المباريات بكره يبقى احنا جاهزين. تمام. هل في ظل التوقف حكامنا قادرين ان هم يحكموا مباريات قمه؟ ان شاء الله، ما هو الدليل على كده المباريات اللي فاتت حكمنا ماتشين القمه ونجحوا الحمد لله الحكام المصريين، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هينجحوا، لسبب ان جميع البطولات الافريقيه دلوقتي ممثله فيها حكام مصريين. يعني النهارده اهو، يعني في حتى الحكام لسه داخل الكره الشاطئيه، راح بطوله افريقيا لسه جاي النهارده وجاي له ماتشين، واحد في اوغندا واحد في جنوب افريقيا برضه ان شاء الله، ولسه احمد حسام طه جاي من النيجر، وجهاد جريشة وتحسين جاي من الامم الافريقيه، وان شاء الله ابراهيم نور الدين النهارده باذن الله الحكم المصري اللي هو لاعب الاهلي والزمالك، عنده النهارده مباراه غانا وجنوب افريقيا، مباراه صعبه جدا في كاس الامم الافريقيه 20 سنه في السنغال. احنا بنتمنى لكم التوفيق ونشاط واضح وملحوظ، وان شاء الله يا رب دايما. اشكرك جدا، شكرا جزيلا.